أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم برنامج جنة الأعشاب، برنامج معروف ومشهور. دائما بذكر بفوائد الأعشاب، أهميتها، طرق استخدامها، دورها على صحتنا، دورها بالتخلص من المشاكل اللي بنشتكي منها. ولا احنا ليش بناخذ الأعشاب؟ ما بناخذ الأعشاب للتسلاية، لا أبدا، ناخذها لفوائدنا، لحل مشاكلنا، مشاكل أبداننا وأمراضنا وعللنا. وكان وأجدادنا يستخدموا هذه الأعشاب ويعرفوا الأعشاب الأمينة والأعشاب الضارة، متى موسم هذه العشبة، متى تخزينها، متى قطافها، فكانوا يستفيدوا منها النعم. وأهم شيء كانوا يعرفوا ضررها ويدفعوا ضررها بالأعشاب الثانية. فبالتالي اليوم للي بيتابعني، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل، الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة، ويا مساء الخير وصباح الخير، وروحوا الله يسعد كل أوقاتكم يا رب. واليوم عشبة كثيرين من النساء والرجال بيسمعوا عنها، خصوصا للعقم، خصوصا لمشاكل الهرمونات. عشبة كف مريم، هذه العشبة الطبيعية الأمينة إن شاء الله على أبداننا، كثير بتبحث عنها النساء، موجودة عند العطارين والعشابين، إلها خصائص جدا عظيمة وإلها فوائد للعقم وللهرمونات، تعديل الهرمونات وللنزف، فبالتالي بتستفيد منها النساء بشكل عام. هذه العشبة معروفة، بتنمو شجيرات وبصل طولها إلى عدة أمتار، لكن احنا بنجدها عند العطارين بهذا الشكل، اسمها مثل الكف، كف مريم، ناشفة وجافة، فبنطحنها وبناخذ من مسحوقها أو من مطحونها قدر ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم. إلها فوائد وخصائص جدا عظيمة، بسموها عشبة النساء أيضا، غير كف مريم، لكن انشهرت بعشبة كف مريم أو أوراق كف مريم. إلها خصائص جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى على أبداننا، فبيستفيدوا منها. من أهم فوائد هذه العشبة، عشبة كف مريم، سبحان الله يا إخوان، بالخيرات اللي كانوا يستخدموها أجدادنا، كانوا يستخدموها لإدرار الحيض المحتبس للنساء، وبتخفف آلام الدورة الشهرية، وأيضا بتخفف آلام الثدي. النساء لا حياء بالعلم، أيام الدورة الشهرية بقصى صدرها وبصير في آلام وغير آلام وتقلصات الرحم، فبالتالي استخدام هذه العشبة مفيدة ومهدئة للآلام بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا كانت النساء تستخدمها للحد من الغضب والانفعال، تصوروا لوين، اللي دائما عصبية، فكانت تستخدمها النساء ويستفيدوا من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكرت أنه هي بتنظم الدورة الشهرية، بتنظم الهرمونات اللي عندها تأخير مش طبيعي، فبالتالي بتستفيد من خصائصها وفوائدها بإذن الله سبحانه وتعالى. استخدامها ملعقة من مطحونها على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن، تغطى، تترك ربع ساعة، بنشرب المنقوع مرتين باليوم فبنستفيد، خصوصا إذا أضفناها مع البردقوش بناخذ نتائج أفضل بعون الله سبحانه وتعالى. هذه الوصفات، هذه علاجات أجدادنا، هذه العشبة اللي كانت تستخدمها الولادات الداية، اللي هي كانت الطبيبة وهي اللي تولد وهي تدير بالها على البيبي، وهي اللي كانت تقفل الظهر للنساء اللي عندها مشاكل وعندها تأخر دورة شهرية، كانت تعطيهم الحلول. ما كان مستشفيات ولا أخصائية توليد ولا نسائية، والله هذا كله من 60-70 سنة صارت المستشفيات بكل مدينة وبكل شارع، وهذا زرع أنابيب، ما كان هذا الكلام، وهذا عقم، وهذا نسحب من الحيوان المنوي، أبدا. فكانت الناس تستفيد لتنظيم النساء لتنظيم الدورة الشهرية والخلل في الدورة الشهرية وآلام الدورة الشهرية ومشاكل الدورة الشهرية.
ايضا مفيده جدا للتخلص هلا ابعدنا عن النساء، لكن عموما من فوائدها وهذه العشبه كانوا يستخدموها بشكل كبير للتخلص من الصداع والصداع النصفي اللي بسموها الشقيقه. ملعقة منها على كوب من الماء مرتين باليوم، وكانوا يستخدموها حكينا النساء إذا كانت معصبة فبالتالي هي مهدئة، فإذا هي مفيدة جدا للي عندهم الصرع والتشنجات والكهرباء الزائدة، فبالتالي بتحد من التشنجات بعون الله سبحانه وتعالى، بتحد منها. شوفوا هالنباتات الطبيعية، شوفوا هالنعم اللي كانوا يندلوا عليها أجدادنا وكانوا يأخذوا وصفات أبهاتهم وأجدادهم. بنتي عندها تشنج، والله انه خايفة عندها صرع، مش عارف شو مالها بتتشنج وبتوقع، فكانوا يوصفوا هذه العشبة، ونعم وكانت تستفيد منها الناس بشكل ما شاء الله. ايضا التشنجات حتى للرجال وحتى للنساء للعصبيين وحتى تشنج العضلات، لكن بتخفف من الشهوة الجنسية للنساء والرجال، انتبهوا. فهذه من خصائصها هذه العشبة، إذا بتخلصنا من الميكروبات، من خصائص كف مريم هذه العشبة المعروفة ومسببات الأمراض، يعني دافع للضرر من أبداننا، بتخلصنا من الأمراض وأيضا من شبح الأمراض، كانوا يستخدموها كوقاية من الأمراض، وأيضا بتقلل من انتفاخ البطن، تطبيل البطن، طبل على البطن مثل الطبلة وغازات وما غيره وتجمع الغازات، فتناولها مهدئ بشكل عام حتى لتقلصات الأمعاء وأيضا للغازات سبحان الله واللي عندهم القولون. شوفوا هذول أجدادنا شو كانوا يستخدموا، توتر وغضب وعصبية كانوا يتناولوا منقوع عشبة كف مريم، يا سلام. أيضا بتدخل بالكثير من الوصفات لمشاكل العقم للنساء، وبتمنع حالات الإجهاض. كانوا الولادات لما واحدة تحكي لها والله ما حملت إلا 40 يوم أو 50 يوم ونزلت، والمرة اللي قبليها واللي قبليها ومش عارفين شو السبب، فكانوا يوصفوا عشبة كف مريم منقوحة مرتين باليوم، فبالتالي مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا كانت تستخدمها النساء ما بعد الولادة للتنظيف، تشرب عشبة منقوع عشبة كف مريم، يا سلام. شوفوا أجدادكم، شوفوا العلم اللي عند أجداد، شوفوا البديهة اللي كانت عند جدتي وجدتك والناس اللي ما قبلنا، لا كان مستشفى ولا كان طوارئ ولا لحقوها، ولا عند فلانة بدها أولد السنة حاطة براسها بدها المستشفى الفلاني والدكتورة المتخصصة الفلانية، البلد والقرى والمدن كانت فيها الولادة دائما، وكانت لابد الولادة إلا تعرف عشبة كف مريم وتوصفها لتنظيف المشيمة ما بعد الولادة، سبحان الله يا أخوان. إذن شو كمان كانت تستخدمها النساء ما بعد الولادة لإدرار الحليب اللي ما يكون حليبها في بركة وابنها البيبي ما يشبع، فبالتالي كانوا يستفيدوا من خصائصها، هي مدرة للحليب بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بتعزز عمل الغدة النخامية، يا رجال يلي عندكم العقم ومشاكل وضعف بالحيوانات المنوية وبتوازن الهرمونات في الجسم للرجال والنساء، في دواء هيك في طبيعة، ما كانت حالات العقم مثل هذه الأيام، شاب عمره 20 سنة و25 سنة بيتزوج بعد سنة ما خلف واللي بعديها بيقولوا له اصبر لك شوي لسه بكير، ايش بكير؟ تزوج رجل ومرأة، بروح بعد سنة وسنتين بتشد عليه أمه وحماته وروح افحص، تطلع عنده الحيوانات المنوية زيرو، دوالي بالخزيتين، هذه الموديلات اللي صايرة هذه الأيام، أكلنا سيء وحياتنا سيئة وتفكيرنا سيء ووسواس وإرهاق وتعب، والصناعة وعوادم السيارات كل شيء بأثر، فبالتالي نعم كانوا يستفيدوا منها الرجال وكانوا يستفيدوا منها النساء. إذن بتعالج تضخم البروستاتا للرجال اللي أعمارهم فوق 50، بلاش البروستاتا صارت تصيب الرجال فوق 45 هلأ، ف
فإذا فوائدها عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بتزيد بتدفق البول اللي عندهم بولهم ضعيف، وبحس إنه ما في المثانة ضعيفة، فبالتالي بيستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بتقينا من الإصابة من حب الشباب للصبايا. شوفوا كيف كانوا يندلوا على الطبيعة أجدادنا وكانوا يستفيدوا من هالأعشاب. هذه مشهورة معروفة عند كل العطارين في كل الدول العربية، كف مريم، اسمها كف مريم، تشبه الكف بهذا الشكل. أيضا كانوا يستخدموها لمشاكل الخرف والزهايمر، وأيضا كانوا يبعدوا البراغيث والبعوض بوجودها، وبتطرد الطفيليات والقمل. شوفوا كف مريم، غير حكينا للهرمونات للنساء، وبتعدل الهرمونات، ومفيدة لتنظيف المشيمة، مدرة للحليب للنساء، وآلام الثدي، تيبس الثدي، وقساوة الثدي أيام الدورة الشهرية وما قبل الدورة الشهرية، آلام نساء إذا بتلمسها بتموت. هذولا أمهاتنا وأمهاتكم، هذه العلل الموجودة، فبالتالي بتخلصوا منها. أيضا كانوا يستخدموها كعلاج لنزلات البرد وأمراض الكبد والطحال. سبحان الله، حلو والله، إنها كنز يا أخوان. معقول كل هذا في هالعشبة الصغيرة اللي اسمها كف مريم، تستخدمها النساء للعقم، يستخدموها للرجال اللي عندهم لخبطة بالهرمونات، بتخلص الجسم من الآلام. أيضا كانوا يستخدموها لأورام العين والأورام اللي بتصيب الجسد كقناع، وأيضا شرب منقوح، وأيضا بتخلصنا من اضطرابات المعدة. حكينا هاي للعصبيين وللنساء العصبيات، لكن مشكلتها أنه بتخفف الجنس للرجال والنساء يلي عندها ضعف وعندها، فبالتالي أيضا كانوا يستفيدوا من خصائصها، بتخفف التهابات وأعراض المفاصل ومشاكل المفاصل وأيضا آلام المفاصل. سبحان الله، شفتوا هذا كله في هذه العشبة كف مريم. والله أنا دائما بوصف البردقوش وكف مريم والميرمية مع بعض، لكن نشوف الخيرات والنعيم اللي الله سبحانه وتعالى جعله بين إيدينا، ودل أجدادنا عليها، علم أجدادنا عليها بالبديهة والفطرة والمعرفة، وكانوا يعرفوا كيف يستخدموها، وكانوا يعرفوا إيش أضرار تناولها، منها اضطرابات بالمعدة كانوا يتناولوها بشكل يومي، يقول لك في اضطراب معدتي مش عارفة من إيش. نعم، من عشبة كف مريم، نعم بتسبب اضطرابات. ايضا تعمل للبعض اصابة بالحكة. شوفوا يعني ما تحكوا انا من اكل من شيء، لا، هذه بتسبب هذه المشاكل. وايضا عند البعض الشعور بالغثيان الارجاع، وايضا زيادة وزن الجسم لانه بتعدل الهرمون، فممكن تؤدي لزيادة الوزن تناول عشبة كف مريم. وبعض الأحيان بتتداخل مع بعض الأدوية، مثل الأدوية النفسية والفصام والاكتئاب، وأدوية الرعاش. هذه كف مريم، شوفوا شو ذكرنا الخيرات والفوائد العظيمة للغضب والعصبية والزعل والرحم وتنظيم الهرمونات وآلام الدورة الشهرية وتقلصات الرحم، ولزيادة الحيوانات المنوية للرجال إذا كان في علل بالهرمونات. لكن شوفوا إحنا بنحذر إذا في إلها أضرار، لكن نتناولها ونتناول هرمونات لا، ما بدنا، بصير في تداخل. وأيضا اللي زارعين وبيزرعوا بدهم يعملوا تلقيح اصطناعي، ما بصير إنه ياخذوها، أو أدوية تثبيت الحمل، أو الإجهاض اللي بصيبها إجهاض متكرر وبتتناول أدوية. ذكرنا أنه كانت تستخدمها الولادات، الداية يعني اللي تولد النساء، تستخدمها للي عندها إسقاط متكرر، حملها دائما يسقط ينزل ما بتكمل. لكن إذا إحنا أخذنا هذه الأدوية من الطبيب ممنوع نتناول هذه العشبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى الخير والخيرات لكم في هذا الشكل اللي هي عشبة كف مريم، والله فوائد جدا عظيمة.
حب الشباب ذكرنا للصبايا بتخلصنا منه وبتمنع الإصابة فيه، الخرف والزهايمر، أمراض العين، حتى شرب والأورام اللي بتصيب البدن كانوا يستخدموها أجدادنا وكانوا يستفيدوا من الخير. لكن مدرة للحليب بتنظف المرأة ما بعد الولادة، بتنظفها أبدا، في المستقبل ما بيكون عندها مشاكل، خصوصا بعد ما تنزل المشيمة بتنظفها أبدا. إذن حتى من خصائصها أنها مهدئة، إذن بتساعدنا على النوم السريع والنوم العميق، وبتمنع القلق والأرق والتفكير على يدين، مين زعلني، مش مرتاح. هذه كف مريم، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.